الأستاذ ماهر عميد عضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، دكتور البغدادي المحمودي. في الحقيقة نحن ما زلنا مذهولين بالحدث اللي يحصل بتسليم الدكتور البغدادي المحمودي اليوم، وأول ما يمكن إثارته هو كون القرار هذا ماهوش قرارنا ولا يعبر على علينا كتونسيين. يعني بالنسبة لنا نحن هذا القرار صادر عن حكومة، وهو صادر وهو لا يعبر عن إرادة الشعب التونسي، عن المجتمع التونسي، عن مكونات المجتمع التونسي المدنية، عن مؤسسات المجتمع التونسي. هو صادر فقط عن جهة واحدة وهي حكومة حمادي الجبالي. هذا القرار اللي نحن في الحقيقة لا يسعنا إلا أن ندد به، وبحدة نندد بهذا القرار، لا يمكن أن يقع تبريره مهما حاولت الحكومة أن يتسوق من مبررات للشارع التونسي وللمنظمات التونسية والمنظمات الدولية. لا يمكن تسويق هذا القرار ولا يمكن تبريره. هذا القرار يبقى قرار غير شرعي على المستوى القانوني وغير مقبول على المستوى الأخلاقي، غير شرعي على المستوى القانوني باعتبار وكونه ملف البغدادي المحمودي تم تسويته وإنهاء الملف منذ حكومة الباجي قايد السبسي. انتهى ملف البغدادي المحمودي بصدور قرار عن حكومة شرعية اتخذت في شأنه قرار تسليم، ثم أحالت ملف البغدادي المحمودي إلى رئاسة الجمهورية، وأصبحت رئاسة الجمهورية هي المتعهدة بهذا الملف. رئاسة الجمهورية عبرت في مناسبة أولى عن عدم توقيعها لهذا القرار ورفضها لقرار التسليم. هذا تحدثت به لهيئة الدفاع وقبلته هيئة الدفاع وخرجت عبرت عليه في وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة، ولم يقع تكذيب هيئة الدفاع في هذا. ثم خرج فؤاد المبزع كذلك وعبر عن كونه لن يوقع قرار التسليم، وأسس قرار، وهذا أهم ما في القرار، أنه أسس على الجانب الأخلاقي، وذكر أنه أخلاقه لا تسمح له بتسليم البغدادي المحمودي إلى خصوم السياسيين للاعتداء عليه ولربما حتى تصفيته. عبر عليها رئيس الحكومة السابق فؤاد المبزع. ثم بقي هذا الملف في عهدة رئاسة الجمهورية وموقعش تفعيل قرار عدم التسليم اللي يقتضي وقتها الإفراج فورا عن البغدادي المحمودي إلى حين انتخاب منصف المرزوقي، دكتور منصف المرزوقي رئيس جديد للجمهورية التونسية. وخرج السيد وزير العدل وذكر كونه الوقت ما كانش يسمح للدكتور للأستاذ فؤاد المبزع بالتوقيع، لذلك فإنه الملف تمت إحالته على رئاسة الجمهورية إذا كان الحالية على السيد المرزوقي. فإذا كان حتى في حالة كونه الملف هذا ما فماش وقت كما تم تبرير ذلك، وهي في اعتقادي تبرير يعني غير منضبط، لأنه ما نجموش نحكو على رئيس الجمهورية ما عندوش وقت باش يمضي قرار في التسليم، خاصة بعد أن عبر على إرادته في عدم تسليم البغدادي المحمودي. الدكتور مصطفى المرزوقي نفسه خرج للشعب التونسي وذكر أنه لن يسلم قرار، لن يمضي قرار التسليم ولن يسلم البغدادي المحمودي على الأقل في الظروف الحالية. ذكرها أكثر من مرة منذ مفتتح سنة 2012 وهو يرددها في كل مناسبة تم سماعه فيها. يعني ملف البغدادي المحمودي ملف مغلق وانتهى، وكان من المفروض أنه يتم الإفراج عليه نهائيا وترك سبيله، لكن هذا ما تمش. وأكثر من ذلك احتاجت الحكومة الحالية، حكومة سيد حمادي الجبالي، إلى بطريقة غير قانونية أن تتداول من جديد في هذا الملف، تفتح ملف البغدادي المحمودي المغلق من جديد لاتخاذ قرار جديد بتسليمه. ما كانت حاجة الحكومة لاتخاذ قرار جديد بتسليم البغدادي المحمودي، والحال أن حكومة سابقة كانت اتخذت قرار وهو قرار بالتسليم كذلك. احتاجت إلى إصدار هذا القرار لتبرر إمضاء رئيس الحكومة على هذا القرار طبق القانون الجديد، لأنه القانون السابق، لأنه القانون الجديد هو اللي مكن السيد رئيس الحكومة من السلطة الترتيبية العامة. إذن قلنا نحن أن بالنسبة للحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرار جديد، والحال أنه ما كانتش محتاجة لاتخاذ قرار إذا كان تقضي بالتسليم، فأنه قرار التسليم موجود في حكومة سابقة. هي احتاجت إلى قرار جديد
لكي تصدر القرار الجديد في ظل القانون المؤقت للسلط اللي يسند السلطة الترتيبية العامة لرئاسة الجمهورية في اعتقاد من الحكومة كونه قرار التسليم أو أمر التسليم يدخل في صلاحيات رئيس الحكومة ويدخل في صلاحيات السلطة الترتيبية العامة، والحال كونه هذا خطأ صوابه أن السلطة الترتيبية العامة تختلف عن قرار التسليم، لأنه أمر التسليم هو أمر خاص وارد به مجلة الإجراءات الجزائية اللي ما زالت سرية المفعول إلى حد هذه اللحظة ولم يقع تنقيحها. هذا نص خاص يسبق على النص العام المتعلق بالسلطة الترتيبية العامة. فقرار الحكومة هو قرار غير شرعي لسببين: أولهم كونه الملف هذا تم تداوله وخرج من عهدة رئاسة الحكومة من ناحية، واستنفذت الحكومة ولايتها على هذا الملف بإحالته على رئاسة الجمهورية، واثنين لأنه مجلة الإجراءات الجزائية التي تنظم بشكل خاص قرارات التسليم بقي ساري المفعول إلى حد هذه اللحظة ويعتبر هو القرار الفاعل واللي يسند الاختصاص لرئيس الجمهورية. الحكومة سعت إلى أن تتحايل على الإجراءات، تتحايل على القانون لإصدار قرار يقدر رئيس الحكومة على أمضائه، وهذا لا يمكن أنه يتعدى على الحقوقيين. ممكن يتسوق في وسائل الإعلام، ولكن على الحقوقيين لا يمكن أن يمر، على القضاء لا يمكن أن يمر. هذا على المستوى القانوني، وإحنا لذلك نعتبر أنه قرار الحكومة اللي استند إليه إجراء التسليم هو قرار باطل، مما يجعل عملية التسليم عملية فيها مخالفة صارخة للقانون، فضلا عن اعتدائها وانقلابها على المؤسسات داخل الدولة، مؤسسة رئاسة الجمهورية تحديدا، باعتبار وكونه رئيس الجمهورية أولا لم يقرر التسليم الآن، ثانيا لم يمضي على قرار التسليم، ثالثا أنه لحد تاريخ تسليمه لا يعلم أنه قرار التسليم وقع تفعيله، لم يقع إعلام رئيس الجمهورية بقرار التسليم. وكما سمعنا في الأخبار في القنوات الوطنية أنه تم سماع الخبر هذا من وسائل الإعلام كيف وكيف أي مواطن في الساحة التونسية. لذلك يبقى هذا القرار غير شرعي والتسليم غير قانوني، يقوم على انقلاب على المؤسسات وخرق للقوانين. كذلك الحكومة لا يمكن كما قلنا أن تسوق على المستوى القانوني هذا القرار، لا يمكن أن تسوق على المستوى الأخلاقي، لأن أخلاق المجتمع التونسي لا تسمح بتسليم شخص إلى خصومه السياسية. وكنا ذكرنا حتى بقرارات رئيسي الجمهورية اللي مؤسسين قرار عدم التسليم على حقوق الإنسان وعلى الأخلاق العامة للمجتمع التونسي، اللي ما تعرفش إمكانية لتسليم شخص إلى أعداء سياسيين لتصفيته أو لتعذيبه. فضلا عن كونه هذا القرار وهذا تبرير آخر تبرر به الحكومة اتخاذها لهذا القرار، كوني أرسلت وفد إلى ليبيا للاطلاع على حقيقة الأوضاع، وهذا باب آخر كامل لابد أن الناس تعرف كونه الوفد هذا متكون من أشخاص ينتموا للحكومة، وبالتالي قراراتهم ما تنجمش تكون نزيهة بطبيعة الحال، لأنه القرار متخذ داخل الحكومة، فشخصيات اللي بيشتمشي وتمثل الحكومة لا يمكن أن يجي بنتائج مخالفة لهذا. وأكثر من ذلك هي أصلا ما جابتش نتائج، لم يقع إشهار أو نشر أي نتائج لأي تقارير لهذا الوفد، خاصة بعد ما عبرت الرابطة التونسية على الدفاع عن حقوق الإنسان، وكوني امتنعت على الالتحاق بهذا الوفد اللي تبرر به الحكومة تو اتخاذ قرار التسليم وتنفيذه، عبرت على كوني لم تشارك في هذا الوفد لعلمها المسبق كوني ليبيا بالاستناد إلى كل مصدر على المنظمات الدولية الحقوقية في العالم لا تحتمل تسليم أي شخص سياسي إليها الآن، مخافة أنه يقع الاعتداء عليه والتنكيل به، يصل الأمر ربما إلى حد تصفيته. لذلك احنا نعتبر أنه هذا القرار قرار خطير جداً، قرار فيه انقلاب على المؤسسات، فيه خرق صارخ للقانون، فيه اعتداء على حقوق الإنسان، وفيه اعتداء على أخلاق المجتمع التونسي. هذا تكريس لمبادئ جديدة يجهلها ما يعرفهاش المجتمع التونسي.